لا اعتقد انها تنجح لانها قد تعودنا على حوارات سابقه وحوارات يعني لا عديد لها مع الميليشيات الحوثي الانقلابيه، لاننا تعودنا دائما انها تفشل الحوار ولو كان الجهه الاخرى جاده في كل مره. لكني استغرب على يعني الجهه الشرعيه، كلما كان الحوثيين يمكرون ويخلفوا حواراتهم وينقلبوا على الحوارات السابقة ولا زلنا نذهب يعني نظل نلهث بعدهم. بالنسبة لمشاورة السويد الكل يأمل أنها تنجح وكلنا نأمل أن تكون هذه مشاورة ناجحة، لكن على ما يبدو وعلى ما هو يعني للجميع يتضح أن هذه المشاورة لن تنجح بالكلام أو بالحديث، لأن الحوثي لديهم شروط قاهرة جدا ولديهم شروط غير مرضية للجميع، وما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة. فالحل الوحيد هو الجبهات والحسم العسكري، لأن المشاورات والمحادثات كثرت كثيرا ولا يمكن أن نخرج إلى حل بالمشاورات، وإنما هي مثل المرهم على الجرح، وأيضا تلبية المطالب الخارج من أجل أن يستعيد الحوثيين قوتهم. وهم أيضا كما نرى الآن بدأوا بالمشاورات وأتوا إلى ونقضوا العهود في كل الجبهات، ولكن نقول نأمل أن يكون هناك خير. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فالدولة أخذت بالقوة فلا تسترد إلا بالقوة، وهؤلاء لا ينفع معهم إلا لغة واحدة هي لغة الحراب والسلاح، ولن يستسلموا حتى آخر طلقة، فلا بد لنا أن نقاوم هذا المشروع. وأنا في توقعي أنه لن تنجح المشاورات ولن يحصل أي اختراق ولا أي اتفاق، وإن حصل في الجزء اليسير من الأسرى ولن يتحقق ذلك، لأنهم ينقضون كل الاتفاقات والمعاهدات سابقا ونحن نعلم بخداعهم ومكرهم. بالنسبة لنا احنا نتوقعها انها ما عاد تخرج الى طريق، لان الحوثيين ما لن يعرفوا الا طريق التخريب والقتل والكذا، فلذلك احنا نتوقع انهم طاولة الحوار ليست مفهومة معهم، ما لغتهم هي لغة القتل والدمار، فهم ما دخلوا الا بالدم والكذا ما بيخرجوا الا بالسلاح. هذا الذي نتوقعه، وان شاء الله نأمل من الله انه يخرج الى حل طيب.